المهم التركيز، والمهم ان كل عنصر من عناصر الفريق يكون نازل مش حاطط اي هدف امامه غير الفوز، وده لازم نشوفه في الدوري، لان خلاص احنا دلوقتي بننافس على الدوري اللي ما ينفعش يروح ابدا السنه دي، ما ينفعش يروح ابدا الموسم ده، فلازم ده يكون موجود. احنا هننزل كل مباراه، عندنا مباراه مقبله يوم الجمعه امام سموحه، المباراه دي لازم نشوف اللعيبه نازله مركزه ونازله حاطه هدف الفوز، مفيش اي فرصه لاهدار نقاط. عندنا طبعا يعني لعيب كبير زي زيزو مش هيكون موجود في مباراه سموحه، ولكن احنا لازم نشوف باقي عناصر الفريق على نفس المستوى، لازم نشوفهم بيشيلوا المسؤوليه وعلى قدر من الرجوله ان هم ينزلوا المباراه مفيش امامهم اي حاجه في الدنيا غير الفوز. ده المطلوب منكو النهارده، ده المطلوب منكو في الدوري طبعا، بجانب دور جمهورنا، لان كل يوم بتكلم على دور جمهورنا ودور جمهورنا هو الاهم. فاحنا مش هنتكلم على دور الجمهور، الجمهور كده كده هيكون واقف وبيدعم وفي ظهر الفريق وفي ظهر اللعيبه، ولكن لازم نشوف من اللعيبه برضو اللي شفناه في الفتره او في الكام مباراه اللي كانوا في الاخر، لان الحقيقه احنا كنا تحت ضغط كبير قوي واللعيبه اظهرت رجوله واحساس بالمسؤوليه كبير قوي، فنتمنى نشوف ده في الفتره القادمه ان شاء الله. كمان عايزه اتكلم على دور مجلس اداره نادي الزمالك، اللي الحقيقه برضه هم عاملين دور كبير قوي، واحنا كان عندنا ارث كبير قوي وارث صعب، واي حد كان هيبقى موجود يعني كان هيبقى مش عارف يعمل ايه في وسط كل المشاكل دي، واخرتها طبعا ازمه باتشيكو. المتحدث الرسمي لنادي الزمالك اتكلم عنها واتكلم عن ايقاف القيد، والزمالك هيدفع مبلغ كبير 819,000 دولار. فطبعا دي مشاكل كتير ودي صعوبات كتير وارث كبير وارث صعب، ولكن الزمالك كالعاده اللي بيعمله انه هيتحرك علشان يحل المشاكل دي، انه هيعمل كل حاجه عنده علشان يحل المشاكل دي، واكيد هنقدم طعن علشان نقدر نسجل لعيبه في يناير الجاي. ولكن هو دورنا دلوقتي يا جماعه الدعم، دورنا الدعم، لان الارث صعب والصعوبات والمشاكل والازمات اللي بنقع فيها كتير وفي فتره قصيره ورا بعض، ولكن في الاول وفي الاخر الزمالك هو الزمالك رغم كل المشاكل دي. اي نادي مكاننا يا جماعه بجد ما كانش هيبقى واصل للنقطه اللي احنا فيها دي، عشان كده احنا بنقول عليها هي اكبر قلعه رياضيه في مصر، القلعه اللي مهما تعرضت لهجوم ومشاكل وازمات وضغوط وحصار بتقدر ترجع تاني وبتقدر تفوز رغم كل المشاكل اللي بنقع فيها، اللي اي نادي مكاننا لو كان وقع فيها ما كانش هيعدي بكل ده. ويعني احنا مش ناسيين السوبر الافريقي مش بعيد، احنا كنا داخلينه يعني وسط مشاكل كتير قوي ووسط ازمات كتير قوي، والناس كلها قالت الزمالك مستحيل يكسب، ولكن كسبنا ونقدر نكسب ونقدر في اي مباراه صعبه بطوله صعبه نكسب، لان ده نادي الزمالك. عشان كده تاني هو اكبر قلعه رياضيه في مصر. ليه؟ علشان غيرنا ما اتحطش في ظروفنا وما قدرش يعدي باللي احنا عدينا بيه، فعشان كده احنا كبار قوي ومكاننا كبير قوي ونقدر نعدي باي حاجه في الدنيا جايه، لان خلاص احنا عدينا بالصعب كله يعني. فاخيرا اللي انا عايزه اقوله كل التوفيق لنادينا العظيم العريق، ونشوفه في مكانه تليق كده باسمنا وبتاريخنا، لان هو ده نادي الزمالك. كل التوفيق للعيبه نادي الزمالك، كل التوفيق للاداره، كل التوفيق لكل شخص داخل المنظومه الزملكاويه، وان شاء الله نشوفنا في احسن مكان ممكن وفي منصات التتويج من جديد ان شاء الله في الموسم القادم.